موجز أخبار الثانية صباحا، أهلا بكم. يشهد اليوم السبت الرئيس عبد الفتاح السيسي حفل إعلان نتائج التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2017. في بيان مشترك رحب ممثل المجموعة الرباعية الدولية المعنية بتحقيق السلام بالشرق الأوسط، رحبوا بجهود مصر لإنجاح المصالحة الفلسطينية، مطالبين باتخاذ خطوات ملموسة لإعادة توحيد غزة والضفة الغربية تحت إدارة السلطة الوطنية الفلسطينية. في سياق متصل، قال رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار أنهم سوف يقدمون تنازلات كبيرة من أجل تجاوز عقبة الانقسام وتحقيق المصالحة الفلسطينية. أعلن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون أن بلاده لا تعترف بالاستفتاء الأحدي لاستقلال كردستان العراق وتدعو جميع الأطراف إلى الحوار وضبط النفس. كانت السلطات العراقية بدأت الجمعة تطبيق إجراءاتها العقابية على إقليم كردستان عقب إجراء استفتاء الانفصال بتعليق الرحلات الجوية الدولية من وإلى مطاري إقليم كردستان في إربيل والسليمانية. في سياق متصل، قال متحدث باسم وزارة الدفاع العراقية إن بلاده تعتزم السيطرة على المنافذ الحدودية مع إقليم كردستان بالتنسيق مع إيران وتركيا. قال غسان سلامة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عقب لقائه الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في قصر قرطاج بالعاصمة التونسية أن الأزمة في ليبيا تحتاج إلى صبر من أجل التوصل إلى تسوية سياسية. ختام هذا الموجز، إلى اللقاء.